هؤلاء هم ضباط من شرطة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يرتدون زي مكافحة الشغب ويتدربون على جسر يربط بين مدينتي سيوداد خواريز المكسيكية وإلباسو بولاية تكساس الأمريكية. وعلى بعد مسافة قصيرة عنهم، اصطف مئات الأشخاص في طوابير بانتظار فرصة لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة. وقالت امرأة من غواتيمالا تدعى بريندا غونزاليز وتنتظر لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة إنهم لم يسمحوا لها بالدخول وطلبوا منها الانتظار في طابور، لكنها أكدت إيمانها بأن الرب سيساعدها. وكان قائد كبير في الجيش الأمريكي قد قال يوم الاثنين إن الجيش سينشر قوات قوامها أكثر من 5200 فرد بينهم جنود مسلحون لتعزيز جهود الرئيس دونالد ترامب لتأمين الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين. وذكر الجنرال تيرينس أوشونيسي قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي في مؤتمر صحفي في واشنطن أن الرئيس قال بوضوح إن أمن الحدود قضية أمن قومي. وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس أجاز الأسبوع الماضي استخدام القوات وغيرها من الموارد العسكرية عند الحدود الأمريكية المكسيكية، واستغل ترامب الذي ناهض الهجرة غير الشرعية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016، استغل مسألة قافلة للمهاجرين في المكسيك تتجه صوب حدود الولايات المتحدة لحشد الدعم لحزبه الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 6 نوفمبر تشرين الثاني. وتتراوح التقديرات لحجم القافلة بين نحو 3500 إلى ما يربو على مثلي ذلك الرقم. وتخلى بعض المهاجرين عن الرحلة إذ ردعتهم المصاعب أو احتمال بدء حياة جديدة في المكسيك، وانضم إليها آخرون في جنوب المكسيك.